نعم سمر، نحن الآن موجودون في بلدة نعم نعم سمر، نحن الآن موجودون في بلدة خربة روحة في قضاء رشية. هذه البلدة هي متاخمة لقرى وبلدات العرقوب، وإلى هذين المركزين في هذه البلدة نسح عدد كبير من المواطنين، وتحديدا من بلدة شبع الجنوبية التي تتعرض للكثير من الغارات والقصف العدواني. خلينا نتحدث شوي في عم هون، هذا العم، العم عبد الله يوسف، مر عليه الكثير من الحكومة. حضرتك يا عم مر عليك كثير من الحروب. مر علي كثير من الحروب، صار عمري 95 سنة والحرب فوق راسي، مش عارف فرقني ولا سنة. كم حرب مر عليك لحد هلا؟ كثير من الحرب مر علي بهالايام، وهذا الحرب اللي اجى اشد من كل الحروب. هيدي اصعب حرب بتمر، اصعب حرب هذا بالدنيا. راح لك بيوت كتير، خربنا بيوتنا وراح مننا أثلة وراح مننا أشعار وصحير. كم مرة، كل مرة بترجع بتنزح من بيتك بتروح على منطقة؟ كل مرة بنزحوني من بيتي، كنت بمزرعة طويلة عريضة مزيلة رنفة، كان عندي 500 راس نازة، هجيت ونشرتهم هنيك جات ما لقيت شيء منه. وبيوتك تدمرت بالحرب؟ بيوتي الكل تدمر، استدعيت هم اللي يجيب ما بعرف وش صار فيه، دمر بعض خلقين بعض صرحان ما يشعر فيه عنه. وهلا انت قدي صار لك هون بهيدا المركز؟ صار لي 15 يوم يمكن. شو بتتمنى بهيدا الايام هلا؟ شو بتمنى بهالايام؟ بتمنى الموت بهالايام ولا هالحياة. الله يطول عمرك. الدولة الخوف هذه اللي حرمتنا، هججتنا وحرمتنا، صرنا 65 سنة بالحرب وشعار وصحير، لحتى نعيش هالعيشي نتمنى الموت اللي بتمنى هالعيش. الله يطول بعمرك يا عم. بالفعل هي قصص مؤلمة عن الحرب التي لا تنتهي في هذا البلد، التاريخ يكرر نفسه، وأيضا عائلات كثيرة تنزح من القرى والبلدات التي تتعرض للكثير من الغارات العدوانية. رح نتحدث قليلا مع رئيس بلدية خربة روحة السابق الأستاذ محمد هاجر. أستاذ محمد، خبرنا شوي، هالبلدة كثير فيها نازحين، الأهالي فتحوا بيوتهم للنازحين، خبرنا شوي عن الأعداد نازحين ببلدة خربة روحة. أكيد من الواجب الوطني والإنساني بهاي الظرف الصعب كل الأهالي اللي عندهم علاقات وبيعرفوا ناس من المناطق المحيطة واللي عم تتأثر بالقصف وبالغارات وبالعدوان اللي عم بيكون، استقبلوا نازحين من أو ضيوف، باعتبار لأنه الأغلبية فاتوا على بيوت ناس من أهل الضيعة، وأهل الضيعة ساكنين فيها، يعني استضافوهم لحد 700 شخص في بالمنازل بخربة روحة، بين أهالي خربة روحة من كل المناطق، من جنوب، من بقع الغربي، من بعلبك، في من كل المناطق أن بمنازل أهالي البلدي يستضيفون نازحين من جراء هذا العدوان اللي نحن عم نعيشه. طيب بهيدول المركزين في عدد كبير من العيال، قد ايه عدد العيال الموجوده هون؟ قد ايه عدد النازحين تقريبا يلي موجود بالمراكز الاثنين يلي موجودين هون بالخربه؟ في المعهد الفني لخربه روحه استقبل 21 عائله من منطقه شبعه، بحكم انه نحن الجوار، منطقه شبعه هي منطقه قريبه كثير جغرافيا لمنطقتنا، وآخر الأحداث بعد تطور الأحداث صار في نزوح جديد من منطقة العرقوب، فانفتح مركز المعهد الفني بخربة روحة واستضاف 21 عائلة عبارة عن 100 شخص.